هو روك ستار جيمز. معنا لعبة من روك ستار جيمز بمود ريماستر صراحة، وأيضا حتى لعبة من جيم لوفت بجرافيكس عالي. اللعبتين بدون انترنت، فستستمتعون بهم على العموم. حبيب لا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويا الله بينا نستكشف هذه الألعاب الرائعة. كما تشاهدون معنا حبيب الله، معنا اليوم لعبتين عملاقتين لأجهزة الأندرويد. اللعبة الأولى من روك ستار جيمز وبمود رهيب، واللعبة الثانية من جيم لوفت. اللعبة الأولى من وهي جراند فايس سيتي، نسخة الريماستر على أجهزة الأندرويد، صراحة رهيبة جدا، سنستعرضها لكم الآن. شاهدوا معنا إلى القوائم، سنضغط هنا على نيو جيم. شاهدوا معنا حبيب الله إلى الواجهة خاصة باللعبة. نعم، نقوم بنقص الصوت. اللعبة فهي كاملة، فكما تشاهدون معنا اللعبة كاملة مكتملة. فأول شيء أصدقائي، مثلا عندما تدخل لها أول مرة مثلا ووجدت أزرار التحكم صغيرة أو مفبركة، على العموم سننتظر، سأريكم كيف تقوم بإصلاحهم بطريقة سهلة جدا. نعم، نقوم بزيادة الصوت. كما قلت لكم، إذا وجدت مثلا الأزرار الخاصة بالتحكم صغيرة ومفبركة، يعني يمكنك أن تضغط هنا وتذهب إلى الإعدادات، إلى الكنترول هنا، وتقوم بعمل هنا على هذا الخيار، وسيتم حل معك المشكل بدون أي مشاكل. الآن سنستعرض لكم حبيب الله هذه النسخة الرهيبة جدا، شاهدوا معنا. صراحة النسخة عملاقة، انظروا معنا إلى الجرافيكس، إلى الشخصية الخاصة بجراند فايس سيتي، صراحة شيء عملاق. اللعبة تمتاز بقائمة الغش أيضا، ويمكننا اختيار أي سيارة، فكما تشاهدون معنا نقوم باختيار سيارة ما، مثلا هذه السيارة هي نقوم بالركوب فيها. شاهدوا معنا صراحة أفضل نسخة سنستعرضها لكم، ومعنا اللعبة الثانية أيضا رهيبة. نعم، شاهدوا معنا حبيب الله، يا سلام على هذا الجرافيكس، يا سلام، شاهدوا معنا الأضواء الخاصة بالسيارة، واو واو واو، انظروا معنا إلى الشارع، صراحة شيء رهيب وعملاق جدا هذه النسخة، والله النسخة عملاقة ورهيبة. انظروا معنا حبيب لا إلى المدينة، يمكنك عمل الكثير والكثير من الأشياء الرائعة، فكما تشاهدون معنا. نعم، هناك الحدود، نعم الحدود، فهناك ملف التختيم، يعني اللعبة مختمة، يمكنكم اختيار ذلك إذا كنتم تريدون ذلك. فعلى العموم سنذهب هنا، هيا سنقوم بالرد على الملف، يعطيك اللعبة مختمة، فكما تشاهدون معنا، يا سلام، شاهدوا معنا إلى هذه السيارات الرهيبة، هذا الليموزين الخاص بنا. نعم، ضروري نقوم بعمل الزجاج، يعني نقوم ب على العموم شاهدوا معنا حبيب الله إلى هذه الأجواء الرهيبة جدا والأسطورية صراحة حبيب الله. انظروا معنا السيارات، كل الأشياء كما هي، هذه النسخة تشبه نسخة التريلوجي صراحة، يعني ولكن لأجهزة الأندرويد فقط. شاهدوا معنا، يا سلام يا سلام، نقوم بصياغة سيارة فخمة جدا، وحتى هذه السيارة الخاصة بنا فهي سيارة خاصة بنا، يعني بملكية خاصة، لن نقوم بسرقتها أو شيء ما من هذا القبيل. هنا في هذا المكان توجد الكثير والكثير من العصابات، على العموم نخرج من هذا المكان نحن. نعم، شاهدوا معنا، نقوم الآن باختيار انظروا معنا، نقوم باختيار قائمة الغش، عفوا. نعم، نقوم باختيار سيارة ما، هناك الكثير من السيارات الرائعة فكما تشاهدون معنا. نعم، انظروا معنا، وحتى بعض السيارات الخاصة بنسخة جراند سان أندرياس متواجدة هنا. هيا نقوم بالركوب في هذا الدراجة النارية، شاهدوا معنا حبيب لا يا سلام، نقوم بإصلاح الكاميرا.
نعم شاهدوا معنا حبيب لها الكثير من الأشياء الرائعة صراحة في هذه النسخة. نعم فعلى العموم هذه النسخة الخاصة بنا الأولى فرابطها في أول تعليق، وهيا بنا إلى اللعبة الثانية. ما تشاهدون معنا اللعبة الثانية والنسخة الثانية معنا هي لعبة مودرن كومبات 4، أفضل لعبة للحرب على أجهزة الأندرويد من شركة جيم لوفت مع طور القصة. فكما تشاهدون معنا فيها ما يقارب 12 ميسيو، يعني 12 ليفل يمكنك أن تقوم باللعب فيه. صراحة اللعبة رهيبة جدا، هناك حرب يعني، والمميز أنها بدون انترنت. هذين اللعبتين فهما بدون انترنت وبجرافيكس عالي، عفوا حبيب الله، بجرافيكس عالي كما قلت لكم، وبالكثير والكثير من الأشياء الرائعة. هيا سنقوم بعمل تخطي، نعم، ونقوم ب نعم نقوم بنقص الصوت، نستعرض لكم بعض من الجيم بلاي. شاهدوا معنا إلى الجرافيكس الرهيب الذي ينتظره صراحة منا. نعم صراحة هذه اللعبة لم ألعبها منذ الكثير، يعني حتى أزرار التحكم لم أعد أعتاد عليهم كما السابق. نعم على هذا الشكل، هيا نستمر، هل هناك المزيد؟ نعم فكما تشاهدون معنا صراحة نقوم بملء الذخيرة كما قلت لكم، يعني هذه اللعبة لم ألعبها منذ الكثير، حتى أزرار التحكم نسيت كيف تقوم باللعب الخاص بي. فعلى العموم نقوم باتباع هذا الشخص يعني الذي معنا في المعسكر. نعم يجب علينا أن نقوم بالذهاب هنا. نعم انظروا معنا الكثير والكثير منهم. نعم على هذا الشكل، فهيا نقوم باتباع هذا الشخص. نعم على هذا الشكل، صراحة اللعبة رائعة جدا، يعني هذه اللعبتين الذين معنا اليوم. فأتمنى صراحة أن يكون هذا المقطع قد نال إعجابكم، فإذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على الزر لايك والاشتراك، وما رأيكم في هذه الألعاب؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.